الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأهل بيتنا وأمهاتنا ومشايخنا وأسلافنا ووالدينا وذريتنا ومرضانا وموتانا ومكروبنا وكل من له حاجة وكل من سألنا دعاء المسلمين أجمعين لهم منا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام المبارك الكوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومهما في الدارين آمين، تكملة الأحاديث الواردة في الباب 19، باب في مناقب سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، من الكتاب 49، كتاب المناقب. بإسنادنا المتصلة عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام الترمذي في جامع الحديث 11 بعد 700 و3000. يقول: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة. قال: فبايع الناس. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعثمان خيرا من أيديهم لأنفسهم. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. يعني النبي بايع الرضوان، وضع يده اليسرى مع يده اليمنى، يده اليسرى بالنيابة عن عثمان، لأن سيدنا عثمان كان أرسله إلى أهل مكة ليفاوضهم على أن يفتحوا الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه لأداء العمرة، وأشيعت إشاعة أنه قد قتل. فلما أشيعت إشاعة أنه قد قتل، بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على القتال حتى يحمي دم سيدنا عثمان ويطالب به. وإن كان هذه الإشاعة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بنبوته كان يعلم أن سيدنا عثمان لم يمت ولم يقتل، فوضع يده اليسرى على يده اليمنى مع المبايعين للنبي صلى الله عليه وسلم بالقبضة بالنيابة عن سيدنا عثمان، وهذه منقبة ليست بعدها منقبة، كما أنه قسم له من غنيمة بدر وهو لم يحضر بدر، لأنه كان يمرض ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زوجته ستنا رقية، فخلفه عليها ولم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، فقسم له في غنيمة بدر، فهو يعتبر من البدريين أيضا بالرغم أنه لم يحضر بدر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها مناقب لسيدنا عثمان بن عفان، نفعنا الله به ونورنا بأنواره، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، والله ما أدخل السرور على قلبي وبلغه منا السلام. قوله: حدثنا أبو زرعة الرازي، اسمه عبيد الله بن عبد الكريم، قال: أخبرنا الحسن بن بشر البجلي الكوفي قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك القرشي البصري. قوله: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعة الرضوان، وهي البيعة التي كانت تحت الشجرة بالحديبية، وكانت البيعة على أن يقاتلوا قريشا ولا يفروا، سميت بها لأنه نزل في أهلها: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة، أي رسولا منه إليهم، مرسلا من الحديبية إلى مكة، بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي لحرب، وأنه إنما جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته،
فخرج عثمان رضي الله عنه إلى مكة حتى بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبايع أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان في حاجة الله وحاجة رسوله. قال الطيبي: هو من باب قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة عند الله ومكانة، وأن حاجته حاجة تعالى الله عن الاحتياج علوا كبيرا. فضرب بإحدى يديه على الأخرى، أي في البيعة عن جهة عثمان، والمعنى أنه جعل إحدى يديه نائبة عن يد عثمان من أيديهم، أي من أيدي بقية الصحابة، فغيبة عثمان ليست بمنقصة بل سبب منقبة. قول هذا حديث حسن صحيح غريب، وأخرجه البيهقي. وعنه به قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وعباس بن محمد الدوري وغير واحد، المعنى واحد، قالوا: حدثنا سعيد بن عامر قال عبد الله أخبرنا سعيد بن عامر عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري عن أبي مسعود الجريري عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان، لما حوصر سيدنا عثمان في داره، فنصحه سيدنا علي بن أبي طالب عندما عاد من الحج ووجده محاصر أن يخرج في الناس يخطبهم، وأنه يقف كبار الصحابة يصدقونه، لعل هؤلاء الهمج الذين جاءوا من خارج المدينة يرعوه ويترك سيدنا عثمان يباشر خلافته ويخرج من داره ويصلي بالناس، لأنه حتى منعوا أن يخرج يصلي بالناس في مسجد النبي، وحتى منعوا دخول الماء إليه أن يشرب. فسيدنا علي بن أبي طالب ويعني قال له: إن أردت أن نقاتل دونك نقاتل، فاستحلفه بلا أنه لا يريد أن يرق الدماء من أجله. فقال: إذا تخرج إليهم وتناقشهم وتبين ماذا هم يريدون، وتبين لك بعض فضائلهم ونصدقك عليها حتى يعلموا قدرك عند المسلمين وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا همج ما يعرفوش قدر الصحابة ولا فضل الصحابة، شوية مرتزقة، شوية جنود مرتزقة جايين كده، كل واحد بيدور على منصب، بيدور على أي حاجة. كل اللي هم حصل الرسول كلهم منافقين أصلاً. يعني مش منافقين بالمعنى اللي هم كانوا يكذبوا بالشرع الشريف، لا، مسلمين لكن أهل دنيا، أهل دنيا، وكانوا مفتونين أيضا. يعني وصل لهم أخبار خطأ عن سيدنا عثمان، وكان في فتنة كبيرة. لكن كلمة منافقين في عصر النبوة يعني أنهم كانوا مكذبين بالرسالة، دول ما كانوش كده، ما كانوش مكذبين بالرسالة ولا مكذبين بالرسالة. مش عبد الله بن سلمة ما كانش معانا، ده هو كان منوار من بعيد زي الموساد دلوقتي كده، عارف الموساد اللي هم اللي بيعملوا برضه حاجات كده من تحت لتحت، هم مش ظاهرين، نفس طريقة. فالمهم سيدنا عثمان بن عفان أشرف عليهم سيدنا عثمان، فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي. قالوا: هاتوا الاثنين الزعماء بتوعكم اللي انتوا لمنكم، خليهم يحضروا الخطبة دي. قال: فجيء بهما فكأنهما جملان أو كأنهما حماران. قال: فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام. ده بيكلم مين بقى؟ كبار الصحابة، عشان بيستحلفوا مع الحاجة هم عاشوها، سيدنا علي، سيدنا طلحة بن الزبير، والزبير بن العوام، وكبار الصحابة بيكلمهم في حضرة هؤلاء الهمج. فقال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة؟ فقال: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة، فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب حتى أشرب من ماء البحر؟ قالوا: اللهم نعم. ده سيدنا علي بقى ومن معه، هم اللي قالوا اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد ضاق بأهله، هو مسجد النبي، المسجد النبوي في المدينة، أن المسجد ضاق بأهله
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير منها في الجنة فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين؟ قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض، قال فركضه برجله وقال: اسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا: اللهم نعم. قال: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. وقال الكلام ده ثلاث مرات: الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. وده دليل على حسن الخاتمة، ودي غاية ما يتمنى المسلم، حسن الخاتمة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن عثمان. قول: حدثنا سعيد بن عامر الطبعي قال عبد الله أخبرنا سعيد بن عامر، أي قال عبد الله بن عبد الرحمن في روايته أخبرنا سعيد بن عامر. وأما عباس بن محمد وغيره فقالوا في روايتهم: حدثنا سعيد بن عامر، عن يحيى بن أبي الحجاج المنقري بكسر ميم وسكون النون الأهتمي البصري لين الحديث من التاسعة، عن أبي مسعود الجريري بضم الجيم مصغرا اسمه سعيد بن إياس، عن ثمامة بن حزم بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي ثم نون القشيري بالتصغير البصري والد أبي الورد ثقة من الثانية مخضرم، وقدم على عمر بن الخطاب وله 35 سنة. كتب 35، هي 35. قوله: شهدت الدار، أي حضرت دار عثمان التي حاصروه فيها. فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي، من ألبت علي الناس، أي جمعتهم عليه وحملتهم على قصده، فصاروا عليه ألبا واحدا، أي اجتمعوا عليه يقصدونه. أنشدكم بضم الشين، أي أسألكم بالله والإسلام، أي بحقه ما يقال: نشدت فلانا أنشده إذا قلت له نشدتك الله، أي سألتك بالله كأنك ذكرته إياه، ذكرته إياه. وليس بها، أي بالمدينة، والواو للحال، ماء مستعلب، أي يعد عذبا أي حلوا، غير بئر رومة برفع غير بئر رومة، وجوز نصبه غير، والبئر مهموز ويبدل بئر وبير، يبدل ياء يعني بير، ودي لغة المصريين وهي لغة فصيحة، يقول لك بير، فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بكسر الدال جمع دلو، وهو كناية عن الوقف العام. وفيه دليل على جواز وقف السقايات وعلى خروج الموقوف عن ملك الواقف حيث جعله مع غيره سواء. روى البغوي في الصحابة من طريق بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء، وكان لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، وكان يبيع منها القربة بمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تبيعينيها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي ولا لعيالي غيرها. فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فاشتراها ب35,000 درهم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي فيها ما جعلت له؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين. يبقى النبي بيأسره بيضمن له، بيقول له: تجعلها للمسلمين، واجعل لك عين بدلها اجعل لك. شوف نسب الجعل لنفسي، وكأن النبي قاسم حتى في الجنة، قاسم حتى في الجنة، لأن أنا قاسم الله معطي. فسيدنا عثمان اشتراها بمبلغ ضخم جدا، الراجل ما كانش عايز يبيعها، لكن لما فوجئ بالمبلغ الضخم اللي اداه سيدنا عثمان قبل، خد وراح سيدنا عثمان لرسول الله قال: أتجعل لي ما كنت تجعله له؟ قال: أنا أجعلها للمسلمين. قال: أجعل لك إيه بدل لك. وده دليل على إنه من أهل الجنة، دليل غير مباشر على إنه من أهل الجنة.
بخير متعلق بيشتري والبدل للبدل. قال الطيبي: وليست مثلها في قولي ما اشتريت هذا بدرهم ولا في قولي تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فالمعنى من يشتريها بثمن معلوم ثم يبدلها بخير منها، أي بأفضل وأكمل أو بخير حاصل له، أي لأجله، منها أي بئر رومة، من صلب مالي بضم الصاد أي أصله أو خالصه، حتى أشرب من ماء البحر أي مما فيه ملوحة كماء البحر، والإضافة فيه للبيان أي ماء يشبه البحر. هل تعلمون أن المسجد أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فيزيدها أي تلك البقعة أن أصلي فيها أي في تلك البقعة فضلا عن سائر المسجد، كان على ثبير مكة بفتح مثلثة وكسر موحدة وتحتية سكنة فراء جبل بمكة، وفي المصباح جبل بين مكة ومنى، وهو يرى من منى وهو على يمين الذاهب منها إلى مكة. وقال الطيبي: ثبير جبل بالمزدلفة على يسار الذاهب إلى منى، وهو جبل كبير مشرف على كل جبل بمنى بمنى مش بمعنى بمنى وبمكة جبال كل منها اسمه ثبير. بالحضيض أي أسفل الجبل وقرار الأرض. فركضه برجلي أي ضربه بها. اسكن ثبير أي يا ثبير. قال أي عثمان: الله أكبر. كلمة يقولها المتعجب عند إلزام الخصم وتبكيته وتعجب من إقرارهم بكوني على الحق وإصرارهم على خلافه على خلافه مقتضى على خلاف مقتضى الهاء كده ملهاش لازم على خلاف مقتضى. ثلاثة أي قال الله أكبر إلى آخره ثلاث مرات لزيادة المبالغة في إثبات الحجة على الخصم، وذلك لأنه لما أراد أن يظهر لهم أنه على الحق وأن خصماءه على الباطل على طريق يلجئهم إلى الإقرار بذلك أورد حديث ثبير مكة. وأنه طبعا هنا التفسير خطأ، لأن اللي أقر الصحابة مش الجيش، اللي أقر سيدنا علي وهو بيشهد الجيش، الجيش مرضاش برضه، مش هو ألزم، هو الصحابة كانت بتنكر، هو سيدنا علي كان بينكر، ده هو سيدنا علي بيقول له أسمعهم فضائلك وإحنا هنشهد لك قدامهم لعلهم يرعوا ويتركوا هذا الأمر اللي هم جاءوا من أجله. فالتفسير هنا خطأ لأنه يبدو أن هو لم يقرأها بتفصيل، لأن اللي شاهدوا له لم يكونوا خصماء لسيدنا عثمان، ده كانوا نصراء له، كانوا كبار الصحابة هم اللي شاهدوا لي، إنما شوية الجماعة الرجايين الرعاية اللي في الجيش دول حاضرين يسمعوا بس علشان يعرفوا منهم، بالرغم إن هو ده كله والصحابة شاهدوا لي، إلا إنهم برضو يفضلوا محصلين سيدنا عثمان. في الآخر دخلوا سيدنا علي بن أبي طالب وقال له: شوف طلباتهم إيه. محمد بن أبي بكر قال له: تعزل عبد الله بن سرح وتوليني مكانه. كويس، فدال ورق خطاب قال له: خلاص اللي عمل له المساله كده خلاص، تروح انت تبقى تولي على مصر مكان عبد الله بن سرح، واداله خطاب يدي لعبد الله بن سرح اول ما يوصل يسلمه ولايه مصر وخلاص على كده. فخد الجيش ومشي، راح عبد الله بن سبأ عمل رساله ثانيه مع واحد ثاني موجهه لعبد الله بن سرح: اذا اقبل عليك محمد بن ابي بكر الصديق فاقتله. وراح ختمها بخدمة سيدنا عثمان وراح ماشي الرجل. فلما في الطريق قبضوا على الرجل اللي معاه الرسالة دي، فتحها محمد بن أبي بكر لقى فيها كلام متضارب بتضارب الرسالة، فاعتبر إن دي يعني كأن سيدنا عثمان بيخدعه بيقول له روح مصر عشان يذبحك هناك، فراح راجع تاني وحاصر تاني. فكانت مسألة يعني فتن كبير، فربنا ينجيه. فهنا ما كانش اللي صدقوا سيدنا عثمان لم يكونوا خصماء، بل كانوا الصحابة أمام الخصماء. أهل اللي كان واحدة مشت الخطاب بيقول لهم: منعتموني، وبيقول لهم: أنتم منعتوني من المسجد، ومنعتوني. إن هو بيوجه الخطاب، بيوجه الخطاب ليهم إن هم منعينه دلوقتي، وبيبين للصحابة اللي قاعدين اللي كانوا حضروا الواقعة دي إن هو اشترى اللي وسع المسجد، فإزاي تمنعوني يا مجرمين؟ لأنه هو بيشتمهم بطريقة غير مباشرة، واللي حاضرين دول المحاصرين وما حضروش بئر روما، دول أسلموا فين متأخر. كويس، بيفكر الصحابة بفضائله أمام هؤلاء الرعاع. هذه الحكاية.
فلم يكن اللي صدقوه خصماء، بل كانوا هم أصدقاءه وأحبابه، اللي هو سيدنا علي وسيدنا طلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وهؤلاء الكبار العظماء من الصحابة. أورد حديث سبير مكة وأنه من أحد الشهيدين مستفهما عنه فأقروا بذلك وأكدوا إقرارهم بقولهم اللهم نعم، فقال الله أكبر تعجبا وتعجيبا وتجهيلا لهم. لمين بقى؟ للي صدقوه ولا للي يسمعوا؟ فهمت بقى إن في لبس هنا في التفسير؟ أصل ما تقول لك تجهيلا لهم، ومين اللي صدقوا؟ سيدنا علي، فهو جاء لسيدنا علي، وسيدنا علي كان ضده ولا كان معاه؟ كان معاه سيدنا علي والصحابة كانوا معاه. واستهجانا لفعلهم، وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عثمان عند أحمد والنسائي أنشد الله رجلا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان يقول أدي يد رسول الله وأدي يد عثمان. وفي رواية ثمامة بن حزن عن عثمان عن الدرقمي أنه قال هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني ابنتيه واحدة بعد أخرى رضي بي ورضي عني؟ قالوا نعم. وأخرج ابن منده من ده في كمان رواية تانية قال ولو كان عندي ثالثة لزوجتكها، ده سيدنا عثمان. وأخرج ابن منده من طريق عبيد الحميري قال أشرف عثمان فقال يا طلحة أنشدك الله، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأخذ كل رجل منكم بيد جليسي؟ فأخذ بيدي فقال هذا جليسي في الدنيا والآخرة؟ قال نعم. وللحاكم في المستدرك من طريق أسلم أن عثمان حين حصر قال لطلحة أتذكر إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عثمان رفيقي في الجنة؟ قال نعم. وفي هذا الحديث مناقب ظاهرة لعثمان رضي الله عنه، وفيه جواز تحدث الرجل بمناقبه عند الاحتياج إلى ذلك لدفع مضرة أو تحصيل منفعة، وإنما يكره ذلك عند المفاخرة والمكاثرة والعب. قول هذا حديث حسن، وأخرجه النسائي والدارقطني. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مرة ابن كعب، فقال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت، وذكر الفتن فقربها. فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، قال فأقبلت عليه بوجهي فقلت هذا؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة. قول حدثنا أيوب والسختياني عن أبي الأشعث اسمه شراحيل ابن أدة ثقة من الثانية أن خطباء قامت بالشام، وفي رواية أحمد لما قتل عثمان رضي الله عنه قام خطباء قول فقام آخرهم رجل، الظاهر أن قول رجل بدل من آخره، وفي رواية أحمد فقام من آخرهم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرة بن كعب، قال في التقريب كعب بن مرة، يقال مرة بن كعب السلمي صحابي سكن البصرة ثم الأردن مات سنة 54، وذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أحمد وفي رواية أحمد لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما قمت، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة فقربها بتشديد الراء، أي قرب النبي صلى الله عليه وسلم الفتن يعني وقوعها. فمر رجل مقنع بفتح النون المشددة أي مستتر في ثوب جعله القناع، فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، أي هذا الرجل المقنع يومئذ أي يوم وقوع تلك الفتن على الهدى من قبيل قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم. وفي رواية أحمد هذا وأصحابه يومئذ على الحق، فقمت إليه أي لأعرفه فأقبلت عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم بوجهي أي بوجه عثمان، والمعنى أدبت وجهه إليه ليتبين الأمر عليه. وفي رواية أحمد فانطلقت فأخذت بمنكبي وأقبلت بوجهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هذا، أي هذا هو الرجل الذي يومئذ على الهدى، فقال له عثمان. قول هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد. والخطباء دول كانوا بيخطبوا في الشام عشان يقلبوا أهل الشام على المطالبة بدم عثمان من سيدنا علي فيؤخروا بيعته، ففتنة حصل الفتن بقى، فالشام خرج عن طاعة الخليفة اللي بعد كده اللي هو سيدنا علي، ويعتبر أن سيدنا علي وصل الأخبار في الشام أن سيدنا علي أسلم عثمان لقتلته،
أخبار معك حتى تروق له الخلافة. فلما أخذ الخلافة قالوا مش هنبيع، جات لنا قتلت عثمان. فبقت المسألة بقى إيه، شقاق ونزاع، وبداية الفتن بقى اللي احنا عارفينها، وولاية سيدنا علي اللي كانت كلها يعني إيه انهماك في الفتن، حتى إن سيدنا علي نفسه مل الناس وملوه، بقى يدعي ربنا يقول يا ربي مليت الناس وملوني، اللهم أخرجني مما أنا فيه. كل ما يجتهد اجتهاد، حتى الصحابة خلفوا في اجتهاده، وبعضهم امتنع وبعضهم لم يناصره، يعني لا بقى ضده ولا بقى معاه، قعدوا سابوه. فبقت الحكاية فتنة كبيرة، ربنا ينجينا وما زلنا فيها إلى اليوم. ما يسلمش قتلة عثمان، يعني ما تمش لتسليم قتلة عثمان، لأن المدينة كانت محاصرة. هو عايز الأول ياخد البيعة، وبعدين يخلي كل أهل الجيوش دي كلها اللي محاصرة المدينة تروح بلادها، فيستتب له الحكم وتستقر الأمن. بعد كده يبتدي يعمل تحقيق، يبعت للحاكم مصر يقول له حقق وشوف لي مين اللي قتل عثمان وهاتهم لي. انما هيطلع قتل عثمان وسط جيش هبل محاصرين المدينه وعاملين السيوف كده، ما ينفعش، مش وقته. فقال لهم اصبروا حتى يستتب الامر، ثم بعد ذلك نعمل تحقيق واسع ونشوف ونقبض عليه. التانيين لا، رسول الله زيب لا، مش هنبيع كده ما تجيب. طب ما هو مش هيعرف يديكم، هو هيجيب لكم قتل عثمان بصفته ايه وهو مش مبايع؟ مش لازم تديله البيع عشان يبقى حاكم عشان يسمع كلامه؟ فهمت ازاي؟ فالفتنه كده، قالوا مش هنبيع كده ما تجيبه. طب وانا اجيبهم ازاي وانتم مش مبايعيني وانا حاكم؟ خلوني حاكم الاول وانا احكم عليهم. فهمت بقى المساله؟ فهم كان عندهم تناقض وتضارب. وهي الفتن دي ما زلنا عايشين فيها لحد دلوقتي للاسف. قدر الله في هذه الامه، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ما قدره لنا، وان يقبضنا اليه غير مفتونين كما قبض الصحابه الكرام. قول هذا حديث حسن صحيح اخرجه احمد. قوله في الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حواله وكعب بن عجره، اما حديث ابن عمر فاخرجه الترمذي فيما بعد، واما حديث عبد الله بن حواله فاخرجه احمد والطبراني وابن عمر رجال الصحيح، واما حديث كعب بن عجره فاخرجه احمد وابن ماجه. ونقف على هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونولنا بعنوان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسر امورنا واصلح قلوبنا، بلغنا مما يرضيك املنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي محمد وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وملك جناحك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.